في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام التبس الحال علينا وعلى مجموعة من الإخوة المواطنين، إحدى هذه الأسر في محافظة تعز والأسرة الثانية في محافظة إب، والتفصيل كالتالي: نشرنا صورة مشاهدينا الكرام لمواطن كريم عزيز وغالي أرسل بها مواطن من محافظة صنعاء مديرية أرحب. قال يا أخي الكريم هذه الصورة اللي تلاحظوها، هذه الصورة التي أمامكم بالضبط، قال بأن هذا الشخص موجود عندنا في جامعة أرحب له سنوات، موجود في هذا المكان، لا نعلم له أسرة ولا نعرف من أي مكان، فلو سمحت يا أخ محمد نشروه في البرنامج لعل هذه الصورة تصل إلى أسرته. نشرنا الصورة في البرنامج، وعلى كل حال بعد يوم أو يومين تواصلت بنا أسرتان، الأسرة الأولى من محافظة تعز. الآن أسأل مشاهدي الكرام، هل هذا المواطن الذي أمامكم الآن في الصورة هل هو حميد المقطري أم هو محمد الشبيبي؟ وطبعا سنعرف التفاصيل من خلال الحوار. بعد أن أعلننا بهذه الصورة تواصلت بي أسرة كريمة من محافظة تعز وجاءت إلينا، قالوا هذا الصورة يا أخي نفس الصورة حقنا الغائب منذ 96. قلت على كل حال وقد أعلننا عندك يا أستاذ بالصورة حقه وعادوا سوي ما قدوش مريض، عادوا بخير. فقلت ارسلوا لي الصورة اللي ذكروني بها، أرسلوا لي الصورة حقه وهو لابس ميري، قالوا هذا اختفى كان في الجيش أو في الأمن أنا شداري، لكن اختفى منذ عام 96، ما ندري هل هو محبوس أو هو أطلق سراحه، ما أدريش كيف القصة. أرسلوا لي الصورة، طابقت الصورة وإذا بها نفس التفاصيل، نفس الصور، نفس الشكل، نفس المضمون. فأنا من جهتي أكدت لهم بأنه هذا الشخص نفسه، هو نفسه حميد المقطري اللي بيسألوا عليه. توكلوا على الله، أبنائي جاءوا إلى صنعاء، حضروا إلى صنعاء، تواصلوا بي وحضروا عند الأخ العزيز. اسمك أنت؟ صدام محمد ثابت النجاشي. ما فعلوا يا صدام؟ هم وصلوا عندي قبل أمس الصباح. أيوة. يعني اشتي يسيروا لأرحب، أجينا سرنا نوهم، وصلتهم لأرحب، سرنا لهناك. طيب قبل هذا روقوا الصورة. أيوة روقوا الصورة. خليه في الحب. أيوة. وروقوا الصورة حقهم. يعني في تقارب يعني. في شبه. في شبه. بس التبس عليكم الحل لأنه قلتوا بأنه هذا الغائب اللي 96 بس الشكل عدو شباب. ايوه هذا الولد. ايوه لا لانه شوف اول ما وصلنا لعنده الشكل ما تقدر تميزه لانه مقعوث وهذا ايوه مريض. ايوه فوصلنا بزينا من هناك قالنا في شبه نفس الشبه بزينا لهنا لشارع تعز على اسم. اول شيء بزيته بصعوبه طبعا اخذنا ترخيص من القسم ومن الاداره الباحث ومن لم يعني يعطونا هنا على سهل الورقه عشان نمشي باب النقاط. حتى هو الشخص طبعا بالبدايه بدا يقاوم يعني حتى انه تجمعوا الناس بزوه معنا طلعوا فوق السياره. بعدين عند ما شاف نحنا يعني أدينا له قدينا له سيجارة بدي أليف يعني أشياء. أيوة هدا.
الله. طيب الحمد لله. هذا المكان محمد. على فمك. تعرف أمك يا محمد؟ خليك على طول. والله عايز تبكي غزوة وصلنا أنا.